إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك مع الدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير وزراعة الكبد، ونائب مدير برنامج زراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. الهرمونات، الهرمونات اللي بياخدها بعض الشباب في الجيم علشان تكبر عندهم العضلات بسرعة، الهرمونات دي مفيدة ولا مضرة؟ الحقيقة انتشرت في الأيام الأخيرة قصة إن الشباب الرياضيين ياخدوا بعض أنواع الهرمونات زي هرمون الكورتيزون أو هرمون الذكورة اللي اسمه التستوستيرون أو هرمون النمو، وليهم مسميات كتيرة في السوق، بياخدوها بهدف إنها تبني عندهم العضلات وتكبرها بسرعة علشان تحسن من شكل جسمهم وأدائهم الرياضي. وهي فعلا حقيقة الهرمونات دي بيكون ليها مفعول كبير في إنها تكبر العضلات بسرعة وتحسس الشخص الرياضي إن قوته العضلية بقت أكبر ومجهوده بقى أحسن، وكمان بتحسن المزاج وبتحسن الحالة النفسية فترة ما هو بيتناول كورس الهرمونات ده. لكن المشكلة الكبيرة إن الهرمونات دي ليها مضاعفات كبيرة وكبيرة جدا لا توازي أبدا الفايدة الصغيرة إنها تكبر العضلات ولا تحسن شكل الجسم في الجيم. النهاردة هنوضح أهم المشاكل والمضاعفات اللي بتعملها الهرمونات دي، واللي خلتنا آخر كام سنة بقينا نسمع عن حالات كتير من الموت المفاجئ للشباب، ويمكن تستغرب أكتر لما تسأل عليه وتعرف إنه كان رياضي ومتعود يروح الجيم. وبالفعل في حالات كتير من الموت المفاجئ للشباب وبعض اللعيبة الرياضيين المشاهير كان سببها تأثير الهرمونات دي. يمكن من أخطر الحاجات اللي بتعملها الهرمونات دي تأثيرها على عضلة القلب، لأن القلب نفسه عبارة عن عضلة، فالهرمونات دي زي ما بتعمل تضخم في عضلات الجسم بتعمل برضو تضخم في عضلة القلب، وبالتالي بتؤثر على كفاءة القلب. الهرمونات دي كمان بترفع إنزيمات الكبد وبتأثر على الخصوبة بالنسبة للرجال، وبتعمل تضخم في الثدي وسقوط في الشعر، وبتزود حب الشباب، والأخطر من كده إنها ممكن تقلل المناعة وتقلل من قدرة البني آدم على تحمله للأمراض. المشكلة الكبيرة كمان إن اللي بياخد الهرمونات دي ويتعود على مفعولها وإنها بتحسن مزاجه وبتحسن قوته، لما ياخد كورس واحد منها وبعد كده يبطله يلاقي مجهوده ونشاطه قل وحالته النفسية اتغيرت مش زي أيام ما كان بياخد الهرمونات، فيرجع ياخدها تاني وتالت ورابع، يعني ممكن قوي يتعود عليها نفسيا وما يعرفش يبطلها، وده بيزود خطورتها أضعاف وأضعاف، في حين إنه لو ما كانش خدها من الأول ما كانش حصل له كل المشاكل دي. بننصح ولادنا اوعى حد يضحك عليك ويدخلك في وهم الهرمونات والدوامة اللي ملهاش آخر. دمتم بصحة وعافية. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير وزراعة الكبد، ونائب مدير برنامج زراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. وإلى اللقاء ومعلومة جديدة لصحتك.